أعزائي المشاهدين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من كريزي تاكسي. والنهاردة حلقة أخو البنات. على مهلك يا بابا، على مهلك. شغل لك التكييف والدنيا تبقى حلو عشان أكيف لك كده الجو. بيبي الجو بقى حر وكده. استاذن حضرتك بس معايا خوكتين بنتين، ممكن اخدهم كويسي على طريقه؟ على طريقه. لو اقول لحضرتك والله ربنا ما يحرمني منهم ادب الدنيا واخلاق الدنيا كلها، والله العظيم احترام واحتشام وادب. لو اقول لحضرتك ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح ربنا يجعل وشك انت واخواتك البنات القبول، شقيانين والله العظيم يا بابا. عشان تخيل ما شفتش كده، والله ما شفتش بنات بتشقى عشان خاطر اخوهم الولد. التسريحه اللي انا عاملها دي نوسه اختي الصغيره اللي بتعملها لي، والله مصر كلها بتكلمني عليه. نص مصر بيكلمني على التسريحه والنص الثاني بيعلق نوسه بيسال على مين اللي عمل التسريحه. وبيرو الكبيره، بيرو بقى الكبيره ما اقولش لحضرتك احترم، ما يشوفوش الشارع، شغل ليل نهار، شغل شغل الشقه، شغل الشقه. اقول لحضرتك على سر، انت حضرتك زي والدي وعارف ان انت كاتم اسرار، انت ما بتقولش اسرار. اتفضل يا حضرتك. هتقول لحد؟ اتفضل. قول والله ما اقول لحد. طب قول والله. بتحدفني بالله يا ابني. طيب خلاص، انت حتى انت يا راجل جميل وكبير وحلو. اقول لحضرتك على حاجه؟ اتفضل. عايزين يجوزوني. والله عايزين يجوزوني. شوف يعني بيقفوا جنبي في الجواز ويقفوا جنبي في كل حاجه، هم اللي علموني والله العظيم. ما بيناموش من كتر الشغل. اهم 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 البنانتي العشاشين، بص انا بالدنيا والله العظيم ثلاثه. بص البنت لابسه عبايه ازاي، بص الثانيه لابسه عبايه ازاي، بس بتاكل لبان علشان تفضل محافظه على ريحه بقها. والله والله العظيم ادب الدنيا، ادب الدنيا. عامل ايه يا سماسين؟ حبيب قلبي، حبيب قلبي من العسل ده. حبايبي حبايبي حبايبي، والله العظيم لسه بقول يا عمو، بقول له يا عمو ادب الدنيا اخلاق الدنيا. عامله زي العصفوره الكناري. ربنا يخليك. استنى بس يا عمو، وانا عامله زي البطه المزغطه. عارفه يا بيرو لسه بقول له، لسه بقول له يا عمو ايه، استنى بس خليك معايا يا عمو. انت سخنت ليه فجاه كده؟ انت جبت الزول ده منين؟ مش عارف زول زول يعني. ده زول على الاخر. انت لسه بقول له، بقول له ما شاء الله عليك، وبقول له ادب واحتشام. بص لابسين عبايات بياكلوا البن عشان يحافظوا على ريحه بقهم. ايوه تعالى بس كده يا حاج، انت بتسخن ليه كده؟ ده انت مالك يا حاج؟ نو تاتش. انت فيك صحه يا بابا ولا ايه؟ مالك ايه؟ مالك عايز تتجوز؟ صح طبعا. صحه صحه ايه؟ ده احنا هنطلع عين. لا والله. بس ايه رايك في ابويا؟ حد يلاقي البط وما ياكلوش؟ انا عارفه. هو حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد هو يعني ينفع حد يلاقي الوز وما يوزوش؟ ولا حد يلاقي الحمام ده؟ او ما يحميهوش؟ اه خليك بقى معايا في الطريق يا بابا، خليك بقى معايا. انت راجل جميل كده زي بابا. ايه يا سماسيم؟ ايه يا قلبي سماسيم؟ والله شكله في الجعان قوي. ايوه لا يا سمسم، بص سكتك يا سمسم. انا باصص يا حبيبي. اهدى بس يا عمي. اخواتك حبايبي. اهدى يا عم يا مسلم. باين عليهم حبايبي يعني. اهدى بس، انت فيك صحه للكلام ده يا حاج؟ بقول لك عملتوا ايه يا اولاد؟ انا كان متفق معايا على 200، اداني 300 دولار لان اتبسط قوي. طب الصلاه على النبي، وانت يا ابو طلال عامل معاكي ايه؟ بلا وكسه، ده مقرح. مقرح ازاي؟ 200 دولار مش انت كده بتحوري لي يا نوس. لا يا حبيبي انا اقدر العبها. هتلعبيها معايا زي ما لعبتيها معايا في ابو مبارك. انا اقدر العبها معاك. ما بقى ما تحرجيش. انت هلعبها معاك. مالك يا بابا؟ في اعصابك سايبه ليه كده؟ مالك مفاصلك فيها ايه اللي حصل لها؟ بقول لك ايه، انت مركب الطقم ولا الطقم راح فين؟ لا 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 يا بابا ركز معايا بس. الطبيعي يا اجدع، ركز في السكه بس. انا مركز في السكه. ركز في السكه. انت منين اصلا؟ لا انا من هنا. من هنا منين؟ من هنا. قلنا انت من مصر. ما الكلام ده كلام في الرخيص.
ولا معاه دولارات ولا ريال ليه؟ لا انت كده في الرخيص بقى، ركز معايا. انت نازل فين يا حاج؟ انت نازل فين؟ نازل فين؟ يا عم مسكتني انا بس، مسكتني انا. مديره ايه وحمبيره ايه؟ بقول لك ايه؟ انت كده بقول لك ايه؟ بص سكتك يا سماسيم. سماسيم ومين؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك. بقول لك ايه يا سماسيم؟ لا شكله مشفر عليك. بقول لك ايه؟ ما تضيعش وقتنا يا سماسيم. ضايع ايه؟ وبعد الليله دي كلها بقول لك ايه؟ هو احنا كل شويه بيقع معانا زبونه بنت انتوايه ولا ايه؟ لا زبون ايه ده شكله اشفر عليك. لما احنا نقفش بقى اللي في جيبه بقى. هتقفش ايه؟ بقول لك ايه؟ انا بس انت بتكسيني كده بس انا قاعد. يا ابني اقعد. انت جايب العصب ده منين؟ اوعى عورت مين يا بنت؟ بقول لك ايه؟ وريني محفظتك بس المحفظه فين؟ انا ماسك الطاره. طب خليني مع اخواتك وبعد كده. اخواتي ايه بس؟ انت مالك باخواتي؟ اخواتي دول ياكلوك ياكلوك ناي يا سمسم. دول ياكلوك حيشوفوك. الله الراجل ده باين عليه. ايه يا سمسم؟ الراجل ده في ده هيمد ايده من غير فلوس. ده في التوهان خالص. ده في التوهان. بقول لك ايه؟ محفظتك فين بس؟ وريني كده يا سمسم. تعرف الراجل ده؟ بص لي بقى. تعرف الراجل؟ بقول لك المحفظه فين بس؟ شغلي ده بقى يا ابني. ما تستفزش. يا ابني يا ابني ما تستفزش. ايه بس؟ معاك فلوس ولا لك 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 وفعل ما فيش. بقول لك ايه؟ هتدفع ولا تنزل؟ يلا يا حبيبي الدفع هنا مقدما. ماني تابس. انت راجل معايا كده راجل من عندي. يا ابني المحفظه اللي معاك بدل ما اعملها معايا. طلع اللي في المحفظة. يا ابني يا ابني ده طلع اللي في المحفظة. يا ابني يا سماسيم علمه. احنا لسه بنجي. احنا بنهزر مع حضرتك. ده برنامج. ده مقلب. ده مقلب. ايوه ده مقلب. تعال بس انت. كل اللي حصل كل اللي حصل ده اتصور. انت لسه مصدق يا سمسم؟ انت فيك حل الكلام ده يا عم؟ طب ما اللي حصل جوه ده المدام تزعل يا عم. خلاص بقى بس مدام ما راحت. اه طبعا. بسم الله يا فندم. انا لو مش فاضي افضي لك نفسي. حبيب قلبي. حبيب واحد حبيب. ازيك عامل ايه؟ نور الدنيا. الله يخليك. بس مستعجل بس عشان بحب واحد. رايح فين طيب؟ رايح مشوار كده قدام اخر الشارع ده يمين. اخر الشارع يمين؟ اه عند الحصري كده. عند الحصري. مش عادي عادي. هيضايقك بس عدي اخد اخواتي من البار. طب وصلني وبعد كده ابقى اخد. لا على الطريق والله. بنتين اخواتي غلابه اقسم بالله. احترام الدنيا قلب الدنيا. ابويا وامي ما سابوليش غيرهم. ربنا يخليهم لك. يا رب يديك زي ما اداني والله. شقه ليل نهار يا عيني. الله يعينك. شقه ليل نهار. البنات بتشقى دلوقتي. ايوه بتشتغل. ما هتعمل ايه؟ شغل ليل نهار وما يعرفوش. شغل للبيت ومن البيت للشغل. مش شغل للبيت ومن البيت للشغل. الله يعينهم. انت اخوهم الكبير؟ انا اخوهم الكبير. بس سبحان الله بيتعاملوا معايا على اني بيبي. يعني بص هم اللي بيسموني الصبح. اه يعني مخلين بالهم. هم اللي بيسرحوا لي شعري. اه زي ابوهم وامهم كده يعني. يعني التسريحه دي مصر كلها بتعلق عليها. انا الصراحه تسريحه غريبه بس لا جميله. يعني اختي نوسة اللي عاملاها. اختي نوسة اللي بتسرحها لي. هي اللي بتسرحها لك. اه نص مصر بتعلق على التسريحه. اه والنص الثاني بيعلق. قصدي بيعلق على النص الثاني من التسريحه. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم اهم حاجه اخواتك البنات يا سمسم. وبابي كان يتك على سمسم. مش فاهم ليه بصراحه. هو تقريبا كان بيحب السمسم دايما حتى في المفتقه وكده. بس عادي اهم حبايبي جم نازلين من العربيه بتاعت الشيخ بتاع الدور. بص اهم يا مجرمين يا عسلات. بحبكم بحبكم اخواتي الامارات. حبايب قلبي سمسم. حبايب قلبي جميل يا قلبي سمسم. حبيب قلبي سمسم. اخبارك ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. سمسم اقسم بالله ادب الدنيا اخلاقي الدنيا وقلت ادب الدنيا. يا لا هزار. خف الدم.
كل حاجه ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش بيعملوه. واكل بياكلوا، شرب بيشربوا، نوم بيناموا، على الحيطه بيمشوا، كل حاجه. والله بالذات في النوم دي بننام في اي حته. بقول لك ايه يا سمسم، عمرهم ما شافوا، طول عمرهم في عربيات. في عربيات طبعا، طول عمرهم في عربيات. ايوه طبعا. اللي قال يا واد يا سمسم، مين ده زبون جديد ده ولا ايه؟ يا روحي ده زبون زي السكر وزي العسل، وباين عليه ما شاء الله الرجوله، شكله عصب الولد. وريني كده. الواد عصب اقسم بالله. عصب عصب يعني. المهم طمنوني عملتوا ايه امبارح؟ زفت الزفت بلا. لا بقى انا كده ممكن اقلب على الورش التاني وازعل منكم. ولا الورش التاني ولا العمل. لا الراجل مكلمني ومفهمني ان هو اداكل قبيج والسبيج كامل. مش بنتكلم على القبيج، احنا بنتكلم عن المعامله. اه ده بقى بقول لك ايه يا بيرو، بيرو انا هارش. لان انا كل حاجه اتبعتت لي صوت وصوره. حاجه اللي اتبعتت لك صوت وصوره بقى بيرو بقى كل مره بتنهدي معايا في الحساب. يا عم ما تقرب لي انا بقى، ما تقرب يا عم انت بيرو. اقرب لك ايه يعني؟ امشي شويه يا عم، ايه اللي بتعمله؟ بس يا ريت انت خليك في حالك بلا تقرب لي. ده قافش كده ليه؟ ايه يا عم ده ماله ده يا اختي؟ ما تفهمش. خليك قاعد على البنات يا عم، خليهم في حالهم يا عم. هم في حالهم، ما في حالهم مالوش دعوه بيا. امال هم في حالك يا عم؟ وصلني بقى واسكت. اوف عليك، ما تهدى بقى. انا هيك اقول لك يا سمسم، انا سمسم. ده انت طلعت سمسم من اللي هو السمسم. ابو مبارك عامل ايه؟ زي الفل، لسه واخد الحقنه. وابو عدنان؟ ابو عدنان سايبان نايم. احين نسيت اقول لك مين كلمني امبارح. مين؟ تخيلي كده. ايوه مين؟ انت يا بنت يا نوسه تعرفي مين يا نوسه؟ ابو طلال. يا بنت اللعيب، قال لي البنت نوسه وحشاني وحشاني. قلت له عندها اوردر مشغوله لحد الخميس الجاي، يوم الاحد اللي بعده هتبقى فاضيه، بس فاضيه ثلاث ساعات. كلمه دلوقتي يحب الخفيه كلمه. طب استني، ده وحشني قوي والله. لا اكلمه عشان انت حبيبه قلبي. بس بقول لك ايه، المره دي مش اقل من 1000 دولار. امال ايه؟ طبعا. الله يخرب بيتك يا بعيد، انا اللي وقفت الكلام ده. ايه يا ابو طلال يا سكاره، بقول لك ايه، مين معايا بقى وانت وحشه في العربيه؟ البت نوس عايزه اتكلمك. خد يا بنت كلمها ابو طلال وادوني تاني. كلمه ابو طلال. ابو طلال لولي حبيب قلبي. ايه يعني يا جدع؟ اخبارك ايه يا واد؟ يا جدع ما انت عمال طول الطريق عمال تقول لي من ربي واخواتي وما بيطلعوش من البيت وشايفين احنا ولا ايه؟ وعمال تحكي دي سجاره يمكن ايه؟ انا ما بشرب سجاير، ما بشربش سجاير. بشرب سجاير. يا سلام ابو طلاليلو. ايه يا حبيب؟ قاعد في بعض. طب استني بس، بتقول ايه؟ لا ما انت عارف انا ماليش في الخشن ابو طلال. كمان ايه ده؟ عايز تغير؟ طب استنى خليك معايا، والله انت رزقك في رجليك، ثواني خليك معايا. بقول لك ايه، تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ انت عبيط يا دي، اللي اسمك سمسم يا دي، انت مجنون يا دي ولا خلاص يا؟ 1000 دولار يا جدع شيل. يا عم لا مش عايزهم يا اخويا. 1000 دولار. لا يا اخويا خليه لك، طب ما تطلع انت معاه. يا اخويا ما توافق. اوعى يا بنت انا بوافق. انت عبيط ولا ايه؟ العسل وهيمسكك قوي. لا ما يمسكنيش. الله احترم نفسك، انا بقول لك اهو. ده عصب شكله سعيد. ما تكسلني هنا، بلا عصب بلا عسل بلا بتاع. هيخلص معاك في الليل. يا لا يا لا، انت احترم نفسك، خليهم لك يا اخلص معاه واكلمك. بقول لك ايه، اقول لك على حاجه حلوه. خد يا بيرو، ودي لي البت الكوافيره بتاعتك، هتعمل له صنفره وتنضفه وتنضفه. لا انا انضف قبل ما اشوفك يا والله. انا والله انضف قبل ما اشوفك واشوف الاشكال دي انت عملته لي. انا هوديك عينك ولا ايه؟ قاعد يقول لي اخواتي ومراتي وما ينفعش توعدك يا حبيبي. ما ينفعش من البيت. واحده واحده يا عم، وعدك بس كده. بص ما انا باصص. ما تبص يا جدع، بص عليا يا سماسيمو، ما تمدش ايدك بس بعد اذنك. شنب جاي في شنب، شنب انت عبط. وشعر السجن جاي يتنطط كويس. بالسم ده مجانين. ماشي نعمل له حمام مغربي يا ريت، ولو عملنا له باروكه كمان يا سلام. والقشف ده يتشال، عنده قشف في الحته دي شيله. هو شيله السداي. وشعر صدره ده يتنضف. شعر ايدك بس. يلا يا ألف دولار. يلا ما تتجنش، بس ملهاش في الطيب نسيب يا عمر. مش فاهم مصلحتك، انت تحترم نفسك. عمر مش فاهم مصلحتك، انت تحترم نفسك. هتغلط هقل منك والله. تعالى لي ده ولا تعرف تقلب. يلا انا لو طرت بس. يلا احنا هبقى ولا ايه؟ بقول لك ايه، يلا انت
اورن يا انا اورني والله اورن ولا انت هجار والله اورن انا لا طب اقول لك على والله حاجة. انت اورني طب ما تحترم انت نفسك هو اخوات اورني بقول لك ايه بقول لك انا عارف عليك والله هتزعل مني مصيبه والله انت هتنزل من التاكسي بمصيبه يا لا انت كداب يا لا انت بتحرش بيك ايه ايوه يا لا صوت يا بنت صوت يا بنت بتحرش بيكي بتحرش والله تتحرر تيجي لابو طلال ولا تخش على الاسم يلا ابو طلال اللي جابك يلا بينا على الاسم يا حبيبي يلا يا حبيبي الكراسي دي فيها ايه؟ ايدك يا ايدي طب وريني الكراسي اه خلص بص وعيدك بلا انت اوعى يا عم اللي جابني معاك الله يخرب بيتك انت تتحرش بيك يا عم ايه؟ هركن على جنب والله انت ابويا يا بيت يا انت ابويا يا بيت يا خد يدي خد يدي يا ابويا خد يدي يا السلام ورحمة الله وبركاته باشا بقول لك يا باشا هتديه بس اخواتي البنات عشان هم طالعين من البر اخدهم معايا اخدهم من الدور 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 عايز اخدهم في طريقنا بسم الله باشا ربنا يديلك ادب الدنيا اخلاق الدنيا مفيش تربية كده ابويا وامي قالوا لي يا سمسم روح روح يا سمسم ربنا يجعل كل دعائنا في اخواتك البنات امين يا رب ادب احترام شطاره والله يا باشا سبحان الله هم اللي بيلبسوني وياكلوني ويشربوني يعني انا اقول لك انت سريحه اللي انا مسرحني اختي نوسه صدق اختي نوسه اللي عاملاها لي والله والله يا سيدي نوسه نوسه اختي العسل واختي سنتوت الناس كلها بتعلق على التسريحه نص الناس بيعلق على التسريحه ونص الناس بيعلق نوسه لا بيعلق قصدي اقسم بالله شقيانين ليل نهار اوردرات 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 شغل لما يا عيني والله يعني اخواتك البنات هم اللي عايزين يجوزوك اه هم بقى انت فاهم اخوهم الوحيد وكده وهم عايزين يجوزوني عشان يعني كنت بحب زمان بنت اسمها شلبيه جارتي شلبيه جارتي كانت عامله اياميها بارتي وراحت شرم الشيخ واتجوزت بعد في كازابلانكا في العراق فهم البنات اللي عسلت اخواتي هم دول اخواتي الامارات بص الادب بص الاحترام بص الاحترام بص الادب اقسم بالله اقسم بالله بص الادب بص الاحترام بص العبايات والاحترام والادب والله العظيم ثلاثه ادب الدنيا بسم الله ما شاء الله صباح الخير يا سمسم يا روح قلبي يا قلبي اقسم بالله وحشتوني اخر 86 حاجه انت كمان وحشت اخر 98 حاجه طب والاثنين راحوا فين؟ بلاش انا اقول الاثنين اقسم بالله ادب الدنيا والله لا باين قوي والله باين باين اقول لك على حاجه طيب اقول لك على حاجه اقسم بالله الاثنين شقيين ايوه طبعا لا باين عليهم الشقاء من كتر الخوف انا عايز افهم بس عايز افهم انت دول اخواتك؟ اه اخواتي مالك دول اللي عايزين يجوزوك شبهه صح؟ احلى دي نوسه دي نوسه ودي بيرو طبعا انت احلى نوسه الصغيره اللي انت قلت لي عليها دي نوسه اللي عملت لي التسريح اه دي بيرو انا اللي مسرحه هو اللي مسرحنا خلاص يا بنات توديني طريقي بس ملخص في الدنيا دي خلاص يا بنات خلاص يا بنات خلاص خلاص انت وديني طريقي وخلاص كده صار خلاص احنا رايحين طريقك ايه يا ابو تلال يا عسل معلش سؤال كده بعد اذنك حسبت البت نوسة ولا لا؟ حسبتها صح؟ ما سبنيش يا اخويا والله حسبتها 200 دولار والله كنت كدابة طب هو 200 دولار ده رقم ما احنا كنا متفقين على 500 يا دوبك تجيب بيه السجاير 200 دولار ما عجبتكش ازاي؟ لا ابو طلال انت مش شواف لا لا مش شواف والله ابو طلال بقول لك ايه ده والله ده فرنسيه والله شغل فرنسي فعلا ما عندوش حق عادي يا اخويا ثواني باشا ثواني بعد اذنك بتكلم في التليفون ايه ده ابو طلال ده من امتى ده من امتى ابو طلال
من امتى؟ بس انت عارف انا مش سوقي الخشن خالص. ازاي؟ طب بقول لك يخليك معايا. تطلع اوردر ب 1000 دولار؟ يا جدع يا اوردر يا جدع، ايه اللي انت بتقوله ده يا جدع؟ انت يا جدع 1000 دولار يا جدع، انت مش فاهم مصلحتك فين؟ يا دين النبي يا جدعان، 1000 دولار 1000 دولار. بقول لك ايه، انا ماليش دماغ ليك، مع اني مالكش دماغ. انا خلقي في مناخيري ف... يا عم حطه في حته ثانيه بلاش. طب ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ عيب عليك، سيبك من الكلام ده. انا مش عارف. طب انا معايا زبون زي الفل. يعني انت انت عضلات يعني عضلات؟ بس انت كده شويه ولا بص قدامك يوم عسل. لا عضلات ودنيا وهيجيبها. انت بحترم نفسك، عنده شويه حاجات كده هيظبط شعره وينزل. اظبط انت كلامك، هظبطهولك عشان عيب. هبعتهولك نجيب، مش هقول لك تاني، هبعتهولك نجيب. انت ديرو هتدي معاك البت يا جدع. اوعى المغربيه كده يا عم، ده جامد. هيكتب ويكلمني ويجي لك جنب شنب وده وشعر شنب. ايه بس؟ وهيطلع معايا ابو طلال. يلا خلاص انت مش هتدي معايا بس كده. ايدك جنبك عشان ما تضحكش. ابو طلال كلمني وايدك جنبك عشان ما تضحكش. اقول لك ايه، اخويا انت مالك قافش كده؟ هتحلمه. هتقول لي الرز ده بدايه كلام، افهم مني يا مثبت العقل في الراس. 1000 دولار ده بدايه كلام يابا، خليهم لك. انت راجل عيوة داخل على وش جواز واخواتك دول. اسمع بس انت من رايا خلاص، مفيش مشاكل. اخواتك عايزين بتاعي مالك عنيد كده ليه يا ست؟ انا عنيد. برافو عليك. اقول لك بس بص لي، انا ما تبصش للبنات، ما تبصش للبنات. عيب عليك اللي انت بتعمله. جاي لابو طلال ولا مش جاي؟ يا عم يا ابو طلال مين قدام؟ مين يا جدع انت؟ صوت يا بنات، انت بتختصب البنات. اقول لك ايه، انا هقرق دي رايحه. هقرق اخوات البنات. انت بتتحرك يا متحرش يا جنسي كده، هتخليني بص اعمل حاجات ما عمرك ما شفتها. انت ما تعرفش تعمل حاجه، ده اقسم بالله العلي العظيم بتحرش بالاخوات. يا عم اخوات بقول لك انزل انزل لك فين؟ مفيش نزول. يا بنت صوتي يا بنت، اللي بس اللي بس على الجنب. مذيع ولا مذيع يا عم؟ اقول لك ايه بس، ليه يا عم؟ نسيت.